منذ قليل انتهت مباراه المنتخب الوطني الوديه مع زامبيا بفوز منتخب مصر بهدف ل فتحي في بلاس تسعين مباراه في استادها هزاع بن زايد في مدينه العين ويستعد المنتخب من بعدها للقاء الجزائر ان شاء الله يوم 16 في نفس الملعب في العين ان شاء الله بص المباراه دي جاءت يعني مهمه وكاشفه لحاجات كتير جدا م. انا شاهدت الشوط الاولاني في البيت وبعدين حضرت النص الثاني من الشوط الثاني هنا في القناه بس مش بتركيز يعني بقيت اروح واجي كده عليه الفوارق الفرديه هي اللي حكمت سيطره مصريه شكليه على اللقاء لم اشهد اي شيء بينبئ عن خطه للوصول الى مرمى الخصم ولم اشهد لا تنظيم دفاعي ولا شكل هجومي تقول بيتعمل كذا في الحته دي عشان نوصل لكذا ولكنها فارق مهارات وفارق قوه ها وفارق حماس من بعض افراد المنتخب اللي حفظت لنا على شكلنا وعلى استحواذنا يعني مهاره الشناوي انقذتنا بدري بدري فتوح في كوره وهو بيجري بكعب رجله انقذ كوره لو ما جاتش بالطريقه دي كان عدى اللعب اللي هو ماسكه بانفراد منعم واحده بعديها آآ آآ الوضع كله كان بيقول ايه انت بتدافع بس ما فيش منظومه دفاعيه بتدافع بكفاءه افراد <applause> يعني انت مستحوذ لكن يعني ايه الهجمه المرتده تشكل عليك هذا الخطوره من كوره تبقى في الهواء وانت شايف ان ممكن تسفر ان في انفراد بمرماك الا اذا بموهبه او بمهاره يدركها التوفيق يقدر يقطع الكرة في المقابل بقى انت عمال بتحضر بطيء جدا يا استاذ ابراهيم بالعرض وبالطول والورى لدرجه بتبقى قاعد يا عم العب لقدام بقى طب بصي واجري يعني انت انت بتشوف مثلا في, في الاهلي مثلثات يلعب ويجري ودخول وخروج وحركه بكره وبدون كره المنظر ده انا مش شايفه في منتخب مصر الا فيما نظر خبرات لعيبه مع بعضها <applause> <applause> الشوط الثاني ربما يكون افضل ربما يكون في شوتنج اكتر حصل تعديلات سمعت اسم مروان عطيه شفت شفت زيزو شفت مرموش شوف يعني البدلاء البدلاء عملوا نوع من الحيويه وهنا هنا يقودنا الامر هو منتخبنا بقى محتاج الى عادة تفكير وتطوير ولا ولا هنفضل بالطريقه دي؟ عموما تبقى ان هي تجربه وديه من المؤكد ان في فيتوريا بيجرب وبيشوف ومتاكد ان كمان في مباراه الجزائر ان شاء الله في الحضور الجماهيري الكبير اللي في استادها بن زايد يكون الاداء الجماعي احسن ان شاء الله.